جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هي دعوة وحدة الأديان؟ وهل يصح القول بأن الإسلام مزيج من الاشتراكية والمسيحية؟ الإسلام دين الله عز وجل، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ودين الله جل وعلا شرعه لعباده، وهو ما أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو الإسلام، وهو وحي من الله جل وعلا، تشريع من الله، وليس هو مزيج من أنظمة البشر من الشيوعية أو الرأسمالية أو هذا كفر. اللي يقول هذا الكلام هذا كافر، هذا مرتد عن دين الإسلام. هذا معناه أنه يقول أن الإسلام ما هو بوحي من الله ولا تشريع من الله، وإنما هو مأخوذ من أنظمة الناس، مثل ما قال المشركون وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، وكما قال الكافر إن هذا إلا قول البشر، فهذا كفر بالله عز وجل. نعم. ولا وحدة الأديان، ما فيه وحدة للأديان، ما فيه إلا دين الإسلام، ما عداه من الأديان فهو إما منسوخ مثل دين اليهودية والنصرانية، وإما باطل أو الوثنية، فلا فيه دين إلا دين واحد وهو دين محمد صلى الله عليه وسلم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ما في دين إلا الإسلام، ولا في وحدة أديان كما يقولون، هذا قول باطل. هذا معناه مساواة الإسلام بالكفر، يعني جعل الكفر والإسلام شيء واحد، وأنها متساوية، وأن الإنسان حر يعمل ما يشاء. هذا لا يؤمن بدين والعياذ بالله. القول بحرية الأديان هذا كفر، ما في حرية للأديان، ما فيه إلا الإسلام الذي أرسله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.